بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الأولى عن تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، والتي سنتناول فيها المحتويات التالية من الوحدة الأولى. أولا ظهور الاستعمار الحديث، وثانيا ظهور وسائط النقل أو الاتصال الحديث، منها اللاسلكي، اختراع القطار والبواخر. عند الحديث عن الجزء الأول عن ظهور الاستعمار الحديث، لابد من الإشارة أو القول أولا بأنه الظاهرة الاستعمارية عموما يعني احتلت مكان واسع في العلاقات الدولية والمجتمع الدولي. فالإمبراطوريات الإمبراطورية البريطانية مثلا كانت تحتل ربع الكرة الأرضية وتسيطر على ربع سكان المعمورة، وكانت بريطانيا أيضا تسيطر على البحار سيطرة مطلقة تقريبا. وتوفرت للدول الاستعمارية الأوروبية يعني بحكم التمدن الحديث إمكانيات كبيرة جدا للتمدد استعماريا، مكنتها من يعني المزيد من النفوذ، وبالتالي المزيد من تدفق الثروة على أوروبا بعد اكتشاف الأمريكيتين وطريق إلى الهند. وده كان يمكن هي من أبرز الظواهر الاستعمارية الحديثة. عند الحديث عن مفهوم الاستعمار، بإمكان أن نقول نصف هذا الجانب، وهو العمل أو مجموعة الأعمال التي من شأنها السيطرة أو بسط النفوذ بواسطة دولة أو جماعة منظمة من الناس على مساحة من الأرض لم تكن تابعة لهم، أو على سكان تلك الأرض، أو على الأرض والسكان في آن واحد، وما ينشأ عن ذلك من علاقات سياسية واقتصادية وبشرية بين الدول المستعمرة والدول المستعمرة هو ما يعرف بالاستعمار الحديث. هناك عزيزي المشاهد مجموعة من الفروق بين الاستعمار القديم والاستعمار الحديث. نحن نسمع دائما عن الاستعمار القديم والاستعمار الحديث، ما هو الفرق بينهما؟ الفرق الأول هو أن الاستعمار في العهود القديمة عموما ليس بالضرورة أن تقوم به دولة ذات حضارة متقدمة، بل يمكن أن تنفذ مجموعة من القبائل أو المجموعات البشرية البدائية. يعني على سبيل المثال سقطت بغداد في عام 1258 بواسطة قبائل تتارية متخلفة كثيرا عن الحضارة العباسية. وأما الاستعمار الحديث فغالبا تقوم به دولة حديثة يعني تمكن قدرات العلمية والتقنية من السيطرة على دول وشعوب أخرى أقل حضارة أو أقل قدرة علمية وتقنية. الفرق الثاني هو أن التوسع على الاستعمار الحديث عموما شمل العالم كله، يعني لم تعقه المسافات الشاسعة أو المحيطات الواسعة. الفرق الثالث يتمثل في أن الإمبراطوريات في التوسع على الاستعمار الحديث أصبحت عبارة عن أقطار مبعثرة في أركان الأرض المختلفة، لا كتلة مندمجة واحدة، يعني بعكس الإمبراطوريات القديمة اللي كانت هي كتلة واحدة متجاورة متلاصقة لأنه تمددها بريا فقط، لم يكن هناك إمكانية لعبور البحار والمحيطات حتى يعني كما هو الحال في الاستعمار الحديث. الفرق الرابع ده يعتبر من أهم الفروق يعني تقريبا، لأن الاستعمار القديم كان من عمل الحاكم الأعلى للدولة فقط، سواء كان ملكا أو أم سلطانا قيصرا حاكما، لكن الاستعمار الحديث ليس بالضرورة أن يبادر به الحاكم الأعلى للدولة، وإنما تقوم به شركات وأفراد وبعثات إلى آخره. هؤلاء أو يعني هذه الشركات أو الأفراد يعدوا البعثات العسكرية والسفن والأسلحة اللازمة، وهناك مثال على ذلك، مثلا شركة أفريقيا الشرقية البريطانية. هذه الشركة استولت على شرق أفريقيا وأوغندا، ولاحقا أصبحت جزء من المستعمرات البريطانية. هكذا نلاحظ إذن يعني أنه من أهم ما تمتاز به الحركة الاستعمارية الجديدة أن الدولة لا تنهض بأعمال الاستعمار وحدها، بل قد يسبقها أو يشاركها أفراد من الرعية. عزيزي المشاهد، بعد أن استعرضنا الفروق بين الاستعمار القديم والحديث
ونتطرق الآن لأسباب الظاهرة الاستعمارية التي يمكن إجمالها أيضا في مجموعة من النقاط. أولا السبب الاقتصادي، وده يعني يعتبر هو من أهم الأسباب وراء قيام هذه الظاهرة، لأن الثورة الصناعية التي قامت في أوروبا أدت إلى يعني حاجة متزايدة للمواد الأولية وإلى الأسواق الواسعة لتصريف هذه المواد، وكذلك استغلال القدرات البشرية الرخيصة في هذه الدول المستعمرة. السبب الثاني هو سبب استراتيجي، وده يتمحور حول تقريبا أن المواقع الاستراتيجية يعني للدولة تشكل عامل مهم جدا للوصول إلى مواقع أخرى حاكمة. يعني مثلا الإمبراطورية البريطانية سيطرت ابتداء على مناطق استراتيجية للوصول إلى الهند، مثلا جبل طارق، مالطا، قبرص، مصر، مضيق باب المندب. كان تدخل فرنسا أيضا في مصر عام 1778 هدف الأساسي هو يعني منع بريطانيا من الوصول إلى الهند بسلاسة، وبالتالي التحكم يعني في منطقة حاكمة كانت تتصرف منها وتنطلق منها بريطانيا. أيضا هناك أسباب تتعلق بزيادة قوة الدولة ونفوذها. وحقيقة هنا يعني كثير من المبررات التي صاغتها الدول الاستعمارية حتى تتمدد خارج حدودها، ومنها مبررات دينية ومبررات سياسية حضارية. مثلا كان يتكلم عن عبء الرجل الأبيض، يعني المسؤولية الحضارية الأوروبية، الحضارة الأوروبية ودوره في يعني رفع قدرات الشعوب الأخرى إلى آخره. هذه المسوغات حقيقة يعني كانت يعني القصد منها تبرير السيطرة الاستعمارية على هذه البلدان. كذلك مشاهدي الكرام، مرت الظاهرة الاستعمارية بمراحل تاريخية مختلفة في إطار تطورها. من هذه المراحل، المرحلة الأولى يعني يطلق عليها عادة أو عليها عادة مرحلة الاستعمار الكلاسيك أو التقليدي، دي بتبدأ من القرن الخامس عشر وتنتهي في القرن الثامن عشر الميلادي. اتسمت هذه المرحلة بظاهرة البحارة والتجار، يعني هم الذين أدخلوا الصرف والرصيد والودائع والتأمين وعقود الشركات. كما اتصفت هذه المرحلة أيضا بالاستغلال والسيطرة بواسطة استخدام القوة كعامل رئيسي للحصول على مناطق النفوذ الاستعمارية. يعني الدول التي بدأت هذه المرحلة كانت البرتغال وإسبانيا على وجه الخصوص. المرحلة الثانية من مرحلة الاستعمار تعرف بالمرحلة الاستعمارية الاحتكارية، ودي ظهرت مع بداية الربع الأخير من القرن التاسع عشر، حيث أصبحت بريطانيا هي الدولة الأكثر تطورا في أوروبا على الصعيد الصناعي، كما أصبحت أقوى دولة بحرية آنذاك وأكبر دولة استعمارية في العالم، ولقبت بالإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، وقاسمت فرنسا النفوذ مع بريطانيا في الكثير من أنحاء العالم. المرحلة الثالثة يعني هي المرحلة الإمبريالية، وهذه المرحلة تبدأ في أواسط الثمانينات من القرن التاسع عشر، وتتصف بانتشار واسع لعملية السيطرة الاستعمارية حتى شملت العالم الموجود آنذاك تقريبا، يعني غطت كل العالم، ودخلت دول استعمارية جديدة في السباق الاستعماري. مثلا ظهرت اليابان من الشرق، وكانت ألمانيا في قلب الغارة الأوروبية أيضا تحولت إلى دولة يعني ذات مطالع استعمارية، وكذلك ظهرت الولايات المتحدة أيضا على مسرح الدول الاستعمارية. المرحلة الرابعة هي فترة الاستعمار بين الحربين العالميين، يعني الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ودي يعني ظهرت لأنه كان في يعني بسبب تعارض واسع جدا وتناقض بين الدول الاستعمارية أدت إلى قيام حربين كونيتين وإلى تبعية المناطق المستعمرة يعني وفقا لنتائج الحرب. يعني كانت هناك مستعمرات أرمانية تحولت إلى مستعمرات بريطانية، مستعمرات مثل الدولة العثمانية أصبحت هي جزء من المستعمرات البريطانية أو فرنسا وهكذا. وكذلك هذه المرحلة تميزت أيضا بظهور حركات المقاومة للاستعمار يعني والقوى الإمبريالية عموما، أي ظهرت حركات تحرر. مشاهدينا الأعزاء، نحن تحدثنا الآن
عن مفهوم الاستعمار، عن أسبابه، أنواعه، مراحله. نتطرق الآن إلى إفادة الاستعمار من وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة، كما يعني نوهنا إلى ذلك في بداية المحاضرة. من أهم الوسائل تقريبا كانت السكة الحديدية، وهذه السكة الحديدية تمكن بواسطة المستعمر الأوروبي من الدخول إلى مناطق واسعة جدا، يعني مناطق الوسطى والغرب الأقصى في الولايات المتحدة، وأيضا تمكن من دخول البراري الكندية ومنطقة المراعي الأسترالية الواسعة جدا، وتغلغل كذلك بواسطة هذه الوسيلة في جنوب أفريقيا وفي الأراضي الجديدة في المناطق المعتدلة في كل من سيبيريا ومنشوريا. في السودان أيضا نحن على سبيل المثال، مدة خطى السكة حديد في عام 1898 كالطوطئة الحملة الاستعمارية البريطانية المشتركة في ذلك الوقت. هناك نماذج عزيزي المشاهد توضح حقيقة دور السكك الحديد في بروز ظاهرة الاستعمار الحديث. من هذه النماذج مثلا يعني كندا كانت تمثل امتداد طبيعي الولايات المتحدة من ناحية جغرافية يعني، بل وتتجه يعني كانت كندا تتجه دائما نحو جارتها الشمالية، يعني حيث لا يوجد أي فاصل طبيعي بين أمريكا وكندا. ولكن الاتصال التاريخي مع الإمبراطورية البريطانية جعل هذه الدولة أي كندا ترتبط بشبكة خطوط حديدية داخلية ربطت أجزاء الداخلية بدل أن تتجه إلى جارتها الجنوبية أمريكا. النموذج الثاني هو سيبيريا على سبيل المثال. لعب خط حديد سيبيريا بفروع مختلفة، فرع غزوين، فرع تركستان، سيبيريا، في ربط سيبيريا وتركستان اقتصادية مع روسيا. وكان هناك حوالي ما يعني ما يزيد تقريبا عن 1700 غافلة تحتاج إلى 300 يوم للوصول إلى يعني تصل المسافة ما بين بكين وموسكو. ولكن السكة الحديدية خلقت من سيبيريا عالم جديد، ومكنت من زراعة مساحات واسعة جدا أكثر من زرعتها في براري كندا. يعني بمعنى آخر أن الزراعة في سيبيريا أصبحت أكثر انتشارا من كندا نفسها. النموذج الرابع ممكن يكون هو أو الثالث عفوا هو نيجيريا. يعني كانت نيجيريا من تعد من أكبر المستعمرات البريطانية أو مستعمرات الإمبراطورية البريطانية، وتشغل مساحة تعادل أضعاف مساحة بريطانيا. وأنشأت السكك حديد غرب نيجيريا في المرحلة الأولى لاستعمار نيجيريا من لاغوس إلى أبيدان، وامتد هذا الخط لاحقا إلى كانو. النموذج الرابع هو المستعمرات الفرنسية. يعني كان السكة الحديد حقيقة أثر وحي كبير جدا على الاستعمار الفرنسي في شمال أفريقيا، سيراليون، ساحل الذهب، روديسيا، الكونغو البلجيكي، وأفريقيا الاستوائية الفرنسية في المرايو. نتكلم الآن عن أيضا السكة الحديدية والاستعمار الاقتصادي. يعني في مؤتمر برلين عام 1884 أعلن عن الحاجة إلى تأمين توزيع وتثبيت ممتلكات الدول المستعمرة. ده أدى إلى نزاع يعني ما بين الدول المستعمرة في يعني عرف في ذلك الوقت بالتكالب على تمزيق أفريقيا، بل والتكالب أيضا على بقية الأقاليم الجديدة في العالم. ولكن المناطق التي تبعد عن البحر يعني لم يكن من سبيل للوصول إليها من قبل المستعمرين سوى بالسكك الحديدية. إذن كان في يعني تزاحم استعماري، وكان في لهس من قبل الدول الاستعمارية، فأنها كيف توظف السكك الحديدية، كيف تستعجل في بناء خطوط حديدية حتى تتوصل إلى عمق الغارات المستهدفة بالاستعمار. فيعني إذن السكة الحديدية حقيقة فتحت مجال واسع جدا أمام تمدد النفوذ الاستعماري وأمام السيطرة الاستعمارية على مناطق زراعية جديدة، وبالتالي تدفقت كميات هائلة من المواد الأولية على أوروبا، وبدأت الموانئ يعني الأوروبية تعج بالمواد الغذائية التي جلبت من هذه المستعمرات، والفضل كان يعود في ذلك إلى السكة الحديدية. المشاهدين الأكارم، بعد أن استعرضنا يعني دور السكك الحديد في انتشار الاستعمار، نناقش الآن أو ننتقل الآن إلى موضوع آخر هو اختراع
السفن التجارية والحديدية ودورها في اتساع حركة الاستعمار الغربي. عندما كانت الطرق البرية صعبة في القرون الوسطى أصبح الطريق البحري مفتوح تماما أمام حركة النشاط الاستعماري الجديد، وارتبط ذلك أيضا بدور بتحسن وسائل الملاحة. يعني الحوجة إلى الطرق البحرية كبديل للطرق البرية جعل الأوروبيين يفكروا أو المستعمرين يفكروا في تحسين وسائل النقل. كانت في ذلك الوقت السفن غالبا ما تلجأ إلى السير قرب الشواطئ وتتجنب عمق البحار، يعني خشية من الغرق أو أن تتوه في المياه الدولية. لكن الأمر اختلف بعد أن شاء استخدام البوصلة أو الإبرة المغناطيسية والإسترلاب، ودي آلة تستخدم في تقدير المسافات يعني وتحديد اتجاه السفينة. وهذه السفينة عندما تكون في أعلى البحار تستطيع أن يعني من خلال هذه الوسائل أن تتبين مكان وجهتها. كل هذه الوسائل حقيقة ساهمت في يعني تحقيق كشوف جغرافية، وبالتالي أدت إلى مستعمرات جديدة. في الربع الأول مثلا من القرن التاسع عشر كانت بريطانيا قد اعتبرت بالفعل يعني بلد صناعي متقدم إلى حد كبير، وأخذت السفن الشراعية ذات الجدافات في عبور المحيط الأطلسي لأول مرة، وبالتالي لعبت السفن التجارية دور بارز جدا في خفض أسعار الغلال و الواردة إلى الموالي والموالي الأوروبية، وفي خفض أسعار أيضا المواد الغذائية. وشرعت دول أخرى كذلك في تسير يعني أن تسير في هذا الطريق، أي تصنع السفن التجارية كألمانيا، الولايات المتحدة، اليابان. كل هذه الدول يعني حزت حظ بريطانيا في هذا الموضوع، ولكن ظلت على العموم السيطرة البحرية هي لبريطانيا بشكل مطلق. عنصر آخر أيضا يعني اختراع اللاسلكي ودوري في هذا الأمر. اكتسبت الاختراعات التكنولوجية كما نعلم عزيزي المشاهد أهمية تاريخية لحركة التنمية عموما وللحركة الاستعمارية على وجه الخصوص، وكان لها أبلغ الأثر في تطور العلاقات الدولية خلال القرن التاسع عشر، لأنه هذه الاتصالات السلكية شكلت عنصر هام جدا في من عناصر تطور العلاقات الدولية. وكان مثلا يعني المبرقة الكهربائية التي يعني او بتنقل يعني او تنقل لمسافات بعيدة جدا، يعني كان البريد عفوا بينقل لمسافات بعيدة جدا بواسطة ساعي بريد، لكن هذه المبرقة اختصرت كل هذه المسافات واستغنت بالتالي عن سرعة الحصان وعن يعني من يستخدم الحصان كوسيلة نقل. في السبعينات من القرن الثامن عشر أقام المخترع الفرنسي كلود شاب أول نظام لأبراج البرق المرئي، ومن العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية كانت فكرة المبرقة الكهربائية. كما تمكن أيضا المخترع الإيطالي فولتا أليساندر من اختراع البطارية الكهروكيميائية، وهذه تمدنا بالتيار المستمر. وتمكنت فرنسا في عام 1815 من اختراع التلغراف الذي كان ذو يعني أهمية سياسية بقدر أهميته التقنية. خلق مناخ للتعاون الداخلي والخارجي على حد سواء. ومن ثم طوالت الاختراعات بعد ذلك، قد اخترع الكهربائي الإنجليزي ويليام ستيرجون المغناطيس الكهربائي، ومع بداية الحرب الأهلية الأمريكية في عام 1861 كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية شركتان كبيرتان للبرق. وفي عام 1865 تكون اتحاد التلغراف الدولي في باريس. وفي عام 1896 عندما اخترعت الإذاعة بواسطة العالم الإيطالي ماركوني كانت تسمى البرق اللاسلكي. وارتفعت بالتالي كفاءة النقل البحري بواسطة السفن التجارية أولا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر نتيجة لاختراع التلغراف والكهربائي، وأصبح بالإمكان الاتصال بين ملاك السفن والوكلاء البحريين ومراكز القيادة العسكرية والمدنية على البر، يعني للقوات البحرية أو
إن كانت في عرض البحار أو هذه القيادة أيضا كانت خارج البحر. وبالتالي أصبحت للسواحل سيطرة كبيرة جدا على يعني جميع أنحاء العالم من خلال هذه المخترعات الحديثة، وجرى تبادل واسع جدا للمعلومات. وكان من الطبيعي أن يستخدم التلغراف والتليفون كما السكك الحديدية والبواخر للأغراض العسكرية والاستعمارية في أوجه مختلفة وفي زمن قياس. ده يوضح حقيقة أن الاستعمار أفاد إفادة كبيرة جدا من مخترعاته الحديثة في خدمة نزعة الاستعمارية، بينما تضررت الشعوب المختلفة من هذه الوسائل التقنية التي كان يفترض أن هي تستفيد منها كما استفاد منها الشعوب الأوروبية والشعوب الاستعمارية أو الدول الاستعمارية عموما. عزيزي المشاهد، بذلك نكون قد أكملنا معك المحاضرة الأولى في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، ونلتقيك مرة أخرى في محاضرة جديدة عن تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة. إلى ذلك الوقت أهلا وسهلا بك وإلى اللقاء.